Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Muhammad Wadrawu. Muhammad Wadrawu. Ana min Karbala. Takharrajtu min Dar al-Furqan fi 'am 2017. Naam. Ana adrusu min Ma'had Ibn Taymiyyah fi al-awwal al-thanawi. Akhruj min Karbala ila Ibn Taymiyyah. والمسافة بينهما 5 كيلومتر إن شاء الله. وحفظ القرآن بأربعة لا بخمسة سنة. الأول حفظته من أربعة سنة وأخذت السنة الأخير للمراجعة سنة كاملة للمراجعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين